This is a placement exam for Horizons Academy. We have prepared a short video to guide you through the exam sections. Good luck! كيف نجاوب على الامتحان؟ هالفيديو الصغير بيحكي لنا شو شكل الامتحان وأفضل طريقة لنجاوب على الأسئلة. أول شيء، الامتحان بيتكون من قسمين: التفكير الناقد واللغة الإنجليزية. والأسئلة كلها اختر الإجابة الصحيحة. وهلأ رح نحكي لكم عن كل قسم. قسم التفكير الناقد. بيتكون امتحان التفكير الناقد من 12 سؤال مقسمين على 3 فئات: تفكير منطقي، تفكير رياضي، وتفكير كلامي. كل واحدة من هاي الفئات تتكون من 4 أسئلة. عند الإجابة على أسئلة كل فئة يتم الانتقال أوتوماتيكياً للفئة اللي بعدها، وما بنقدر نرجع مرة تانية للأسئلة اللي جاوبناها. عشان هيك احرص إنك تكون متأكد من الإجابة قبل ما تختار أي من الخيارات الموجودة، ودائماً كن منتبه للوقت فوق بيمين الصفحة، لأنه عند انتهاء الوقت المخصص رح يتم الانتقال للقسم الثاني الخاص باللغة الإنجليزية. قسم اللغة الإنجليزية. تكون الامتحان اللغة الإنجليزية من 18 سؤال مقسمين على 3 فئات: Grammar, Reading Comprehension, and Use of English. كل واحدة من هاي الفئات تتكون من 6 أسئلة، وبنفس آلية عمل القسم الأول. عند الإجابة على أسئلة كل فئة يتم الانتقال أوتوماتيكياً للفئة اللي بعدها، وما بنقدر نرجع مرة تانية للأسئلة اللي جاوبناها. إذن لازم نحرص دائماً على التأكد من الإجابة قبل وضع اختياراتنا. دائماً نراقب عداد الوقت. وبالإجابة على الأسئلة الموجودة بهذا القسم نكون انتهينا من تقديم الامتحان. وإذا حابين تتمرنوا على الامتحان، في ملف PDF صغير ممكن تنزلوه وتعيشوا التجربة. مع تمنياتنا لكم بالتوفيق. Wish you all the best.